هذا سائل يقول: أريد العمرة، فهل يجوز لي أن أحرم من مطار الرياض؟ ومتى أنوي؟ هل هو في المطار أو متى؟ ما في بأس، تهيأ للإحرام وتلبس ملابس الإحرام وتتطيب، لكن ما تنوي الإحرام إلا إذا أعلنوا في الطائرة، أعلنوا أنك قريب من الميقات، فإذا حاذيت الميقات تنوي وتلبي. نعم.